السلام عليكم الإخوة الأخوات الأحرار، كنتمنى وتكونوا بخير وعلى خير وفي أحسن الأحوال. كنعاودو نطلبوا من الأحرار اللي مازال ما اشتركش في القناة الاشتراك في القناة، الضغط على الجرس باش يوصلكم الإشعار أننا نشرنا شي فيديو جديد، وكذلك اللايكات والبارتاج اللي يقدر يبارتاجي الفيديو. اليوم الخوت كيتبين وبالملموس أن هذا النظام المغربي هو نظام ديكتاتوري إجرامي ما فيه لا رحمة ولا شفاعة. اليوم كيتأكد أن هاد المطبلين، هاد الغلمان ديال النظام الديكتاتوري، العاهرات، دوك الشرفات، الخيبوعات اللي جابوهم وفتحوا لهم القنوات وبداو كيهاجموا في جميع المعارضين، في جميع الشرفاء، في جميع الناس المحترمة. فاليوم الخوت هاد النظام الديكتاتوري الإجرامي تيأكد أن هذا الملك الديكتاتور محمد السادس أو لا محمد السادس فهو ما كيعرفش الإنسانية، ما فيهش الرحمة، لأنهم منين خرجوا الصحفيين المستقلين، الصحفيين الأحرار سليمان الريسوني، عمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، هذا الثلاثي اللي كان خالق أزمة للنظام الديكتاتوري عبر العالم، خصوصا في الانترناسيونال، لأن المواضيع ديالهم، القضايا ديالهم، ولات قضايا دولية كتهضر عليها الأمم المتحدة، كتهضر عليها جميع كبريات المنظمات الحقوقية ديال حقوق الإنسان. فلذلك ولات عند هذا النظام أزمة مع هاد الناس هادو. فمنين خرجوا من السجون شامخين براسهم مرفوع، هاد الثلاثي هذا سليمان الريسوني، عمر الراضي، وتوفيق بوعشرين، خرجوا براسهم مرفوع، دخلوا شامخين لهاد السجون ديال الديكتاتور وخرجوا منها شامخين راسهم مرفوع، لأن العفو الملكي هاد الملك من يعفى عليهم كان مضطرا أنه يعفو عليهم، ماشي عفى عليهم إنسانيا، لا 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 لا، هذه الهضرة ديال النظام، هذه الهضرة ديال الآلة القمعية اللي باغا تصوح أن هاد الملك زويون وحنين وإنسانيا خرج دوك الناس. لا، الواقع هو أن دوك الناس خرجهم النظام الديكتاتوري بعفو ملكي، لأنه أصبح مجبرا، ولات قضيتهم فضوحة عالميا، ولات هذه قضايا دولية، الأمم المتحدة كتندد وكتقول له اش كدير، جميع كبريات المنظمات الدولية ديال حقوق الإنسان كتقول له اش كدير ها محميد السادس، اش هذا الشيء عندك تما، الخارجية الأمريكية كتقول له أودي اش هذا الظلم هذا عندك، اش دير في هذا الشيء هذا. فلذلك ولات الصورة ديال هذا محميد السادس عبر العالم ولات مشوهة، وبغى يدير فيها بطل، وبغى زعما يجي يخرجهم باش يلمع الصورة ديالو، فقط باش يلمع الصورة ديالو، ماشي حبا فهاد الناس هادو، هو ما كرههمش يبقاو تما في الحبس إلى الأبد باش ما يفضحوش، باش ما يعريوش، باش ما يهضروش على الظلم والإجرام ديالو. واش إلا كان حبا فيهم على هاد الملك هذا، ناعس ما عارفش، واش هو مقبل غير الناس؟ ما يمكنش الناس 4 سنين في الحبس، كاين اللي 8 سنين في الحبس، وهذا الملك محمد السادس ما عارف والو، يعني عاد ضربته الفقة عاد ناض، لأنه أصبحت صورته مشوهة، أو لا كيبان مجرم خطير، ولذلك بغى يزين الصورة ديالو، لأن كان هذا كله حب وحنان، وزعما إنساني، راه كان من الأول ما يديرش لهم هاد التلفيق هذا. على هذا الملك الديكتاتور ما عارف زعما هاد الملفات انها مرفعه، ما عارفش ان هذاك المجرم الجلاد المتسلسل مخرج الافلام البورنو عبد اللطيف الحموشي دار لهم الاخراج ديال هاد الافلام هذه ودخلهم للحبس. على هذا الديكتاتور ما عارفش، واش ما عارفش هذا الديكتاتور محمد السادس ما عارفش هذا الشيء، او لا هو مقبل غير الناس؟ راه انا ما عارفش مصيبه ولا عارف مصيبه، هي المجرمين. ولكن اليوم كيأكد لكم أنه مجرم ديكتاتور ما فيهش الرحمة والشفقة، لأن كنقول لكم منين خرجوا هاد الأبطال سليمان الريسوني، عمر الراضي، توفيق بوعشرين، منين خرجوا شامخين برؤوسهم شامخين، مباشرة تحركت الآلة القمعية وآلة التشهير
التحركات ولات كتضرب فيهم، وخصوصا كتضرب في الصحفي الحر سليمان الريسوني. سليمان الريسوني تعرض لواحد الهجمه شرسه جد شرسه من طرف هذا النظام الخبيث، من طرف من هذه الاجهزه القمعيه، وكلهم دوك الغلمان ودوك العاهرات دوك الباترونات ديال البيران دوك الشرفات اللي هرب عليهم الزمان، هادوك جابوهم دابا ولاو كيحاضروا في الشرف وكيهضروا قال لك حتى هما وكيوضحوا وكيهاجموا سليمان الريسوني، كيهاجموا تيقولوا لهم هاد العفو هذا غير عطف ديال الملك هذا عفو انساني، هذا انساني. هل الملك الديكتاتور فيه شي انسانيه؟ هل اللي مفقر الشعب المغربي فيه شي انسانيه؟ هل اللي كيدخل بنادم للحبس ظلما وعدوانا فيه شي انسانيه؟ هل اللي كيعذب الناس فيه شي انسانيه؟ هل اللي كيصور الافلام ديال البورنو لعند الناس فيه شي انسانيه؟ هل اللي كيهرب الثروات للخارج فيه شي انسانيه؟ وحتى هاد المجرم نبقاو معاكم نهار وليل وما نساليوش من جميع الصفات القبيحه اللي فيه اللي كتدل على انه عديم الانسانيه. واش تجي تقول لي الانسانيه؟ الانسانيه ديالاش؟ انسانيه تعذب واحد المواطن؟ انسانيه تلف عليه تهمه وتدخلو تكرفصو وتفرع واحد العائله الزوجه والابن ديالو ما شافهمش 4 سنوات، تشوف عقبو 28 سنوات، عروه الراضي 4 سنوات، بزاف على الظلم، بزاف على الحقره، وتجي تقول لي عطف مولوي انساني، وانت شمن انساني؟ وانت والله كون ما كانت الامم المتحده وما كانت الخارجيه الامريكيه والتعارير الدوليه والله لا خرجوا، والله لا خرجوا اليوم كيتاكد. ايوا هذا الا كان انساني هذا محميد السادس، علاش ما خرج حراك الريف؟ علاش ما خرج المعتقلين ديال حراك الريف؟ هو شنو دار هذا الديكتاتور؟ امشى عفا على صحاب الكيف وخلى حراك الريف، هذا هو الديكتاتور المجرم. هانتو ما كتشوفوا الصوره ديالو، هو لابس مع راساتو التيشيرت داير ديك العشبه تما كاينات، وهو هو الممول الرسمي، هو اكبر منتج لهاد العشبه هادي. هادو عرفتي تعفي عليهم صحاب الكيف، ولكن حراك الريف والو هادوك حنطلبوا منك شنو؟ جامعه ومستشفى، هادشي اللي طلبوا منك، هادشي اللي طلبوا منك. لو كنتي فعلا الملك، ولو كانت هادي فعلا الملكيه اللي كتزمروا علينا بها وتتغيطوا علينا، العمر ديالها 12 القرن وزماره، واش هاد الملكيه اللي في عمرها 12 القرن وزماره ما قادراش توفر لواحد المدينه جامعه ومستشفى فين الدواء عباد الله وفين تقرا الناس؟ وهادي تجي تقول لي ملكيه في العمر ديالها 12 القرن، هادي ملكيه بابا فاشله مجرمه خبيثه، هذه ملكية فاشلة في العمر ديالها 12 القرن وما قادراش توفر جامعة فين يقراو الناس ومستشفى فين يداوو الناس، وانت يا المجرم يا الديكتاتور بفلوس ديك الجامعة وبفلوس ديك المستشفى دير بها 10 الجامعات و10 المستشفيات كتشري بها القصور على برا، كتمتع بها وتشري بها الخيوخوت. واش بنادم تدخلو في العبس وانت شافر له رزقه ولا؟ وانت شفار محميد السادس، انت شفار مجرم مجرم، كان خاصه هاد الملكيه هادي اللي كتزمروا علينا بها ولا كنتي ملك ناجح، وكان ما خاصش بنادم يدخل للحبس على ود الجامعه وعلى ود المستشفى، خاص المستشفى تكون والجامعه تكون، هذا هو الاول خاصو يكون. وانت يا الشفار يا المجرم يا الخبيث جالس كتنهب في رزق عباد الله وتدخل بنادم للحبس ملي كيطالبك بابسط شروط الحياه، وانت يا بفلوس ديك الجامعه وديك السبيطار كتبرع مع راسك كتشري في اليخوت بمئات الملايير، كتشري في القصور بمئات الملايير، بزاف اصاحبي، وبزاف على الظلم، وبزاف على الحقره. علاش ما تخرجش يا المجرم؟ علاش ما تخرجش هذوك الناس اللي تما في الحبس؟ علاش ما تخرجهمش يا المجرم؟ علاش فين هي الانسانيه؟ هادو اللي كيطبلوا وكيزمروا عندنا بالانسانيه ديال هذا الملك هذا، ايوا فين هي الانسانيه؟ هي اليوم يثبت لكم حميد السادس وان والله ما كاين لا انسانيه ولا والو ولا هم يحزنون، الظلم والحقره واللي هضر ينعاف ونتعدى عليكم ونتكرفس عليكم ما حدكم داخل ديك المملكه الاجراميه، واللي فلتوا على برا رانا كنطالع عليهم الاله القمعيه كنحاول نقتلهم باي طريقه، نحاول ندير لهم نبتزهم نخلعهم ندير لهم، هذا هو اللي خدام، نظام اجرامي ديكتاتوري ما فاشل. هو فينكم اصحاب الانسانيه؟ ومن الملك من اليوم ما بانش فيه الانسانيه؟ لو كان خرجهم اليوم نقدروا نقولوا تحركات فيه واحد الذره ديال الانسانيه، ما
ولكن لا، هو مجرم خبيث. المجرم كيبقى مجرم، الشفار كيبقى شفار، النصاب كيبقى نصاب، الجلاد كيبقى جلاد. ما تبقاوش تدوخوا علينا، كتبينوها وكتاكدوها كل مره، وهذا كيزيد ياكد ويبين ان الصحفيين الاحرار اللي كتدركم الاسماء ديالهم، سليمان الريسوني، عمر الراضي، توفيق بوعشرين، خرجوا بزز منكم، رغما عنكم وبزز منكم، خرجوا بزز منكم، لانكم اصبحتوا مضطرين تخرجوا. انتوما ما حاملينهمش يخرجوا، ولكن مضطرين، لان كنعاودوا نذكركم جميع التقارير الدوليه ديال اكبر المنظمات الدوليه ديال حقوق الانسان كتقول لكم، عاد تقول لكم هادو الافلام، هادو هادشي، هذا مفبراك، هاد الناس مظلومين، هذا الاعتقال التعسفي، هادو تكرفستوا عليهم فابور، لانهم اهضروا وقالوا الحقيقه، قالوا لكم الواقع ديالكم يا الخبثاء. اليوم كيتاكد الشعب المغربي، الاحرار من الشعب المغربي، خليونا من دوك الغلمان ومن دوك العاهرات، دوك الباترونات الشافات اللي ما بقى قابل عليهم حتى شي بار، هادوك جابوهم ردوا منهم صحفيات وكذا وكذا، خليوكم منهم، خليوكم من هاد الزبل هذا. راه ان الاحرار ديال الشعب المغربي اليوم كتشوف وكتاكد ليها، ان كنعاودو نقول لكم الخروج ديال هاد ثلاثه الصحفيين ديال هاد الابطال، خروج بزز منهم النظام اضطر يطلقهم، لان كنعاود نقول لكم المنظمه الدوليه الخارجيه الامريكيه كلشي ولات فضيحه دوليه، والنظام بغى يدير ديك اللعيبه ديال كدا ما كدا، اجي نزين الصوره ديالي. النظام الاجرامي باغي يزين الصوره ديالو على طريقهم، الساعه لقاهم رجال. ومن هنا تحيه عاليه لهاد الابطال اللي ما بدلوش الاراء ديالهم، وما حناوش الراس، تحيه جد عاليه ليهم والعائلات ديالهم والخزي والعار لهاد النظام الاجرامي الخبيث اللي جالس كيتكرفس على هاد الناس. اذا هنا الخوت مره اخرى، هاد النظام كيتبت وكياكد لكم انه نظام مستبد ديكتاتوري اجرامي، ما فيش بابا لا رحمه ولا شفقه. ما يبقاوش يدوخوكم بداك الشيء ديال محمد السادس الزويون بغى يعفو عليهم حيتاش انساني، ولكن انت انساني، علاش ما خرجتيش صحاب الريف؟ علاش ما عفيتيش على حراك الريف؟ علاش هنا يتاكد لكم لو كان فيه ذره هذا محمد السادس، لان ملي كنهضروا على محمد السادس هو المسؤول على النظام، هو الملك، عاوش الدخول هنا، هو الملك، هو المسؤول على هذا النظام، هذا هو المسؤول على هذه المملكه البنانيه، لذلك هو من يتحمل المسؤوليه انه تكون في اخباره ولا ما تكونش في اخباره. ماشي شغلنا حنا، ما كانتش في اخباره خاصو يحيد ويجيب شي واحد اللي خاصو يكون في كل شيء في اخباره، اذا كان في اخباره مسؤول، اذا في كلتا الحالتين هو مسؤول، هو المسؤول الاول. واش هو هذا المجرم هذا غير يدي مع راسه في الملايير يوميا والتبرعات ديال رئيس الدوله والفلوس والملايير؟ هادشي زويون، هو مكاين مسؤول هنايا، خاصني الفلوس، خاصني هذه، ايوا، وعند المسؤوليه منين تشظلم شي واحد، منين تعذبوه على شي واحد ويتعذبوه، لا هو ماشي مسؤول، ديك الساعه ما شافش، ما كانش عارف، ما على بالوش، هادشي ما يمكنش. انت في الدستور، انت ملك الدوله، انت رئيس البلاد، انت المسؤول الاول، انت المسؤول. اذا خوتنا الريافه اللي يقبعون في السجون ظلما وعدوانا، هادو رجال احرار، ما حناوش الراس، هادو اليوم كنتي خاصك تبين يا المجرم يا الديكتاتور، كنتي خاصك تبين على ديك الضربه الانسانيه اللي بغاو يسوقوها لنا الغلمان والعاهرات الشرفات، هادشي هو اللي كان خاصو يبان. ولكن اليوم يتاكد الشعب المغربي الحقيقه ديال هاد النظام الخبيث، وان هاد محمد السادس والنظام الاجرامي عديم الانسانيه. ومن هنا تنعاود نقولوها، اين كانت مختفيه الاميره سلمى منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ اين كانت مختفيه الاميره سلمى منذ 2017 والمعنفه من طرف طليقها الدكتاتور محمد السادس؟ الاخوه والاخوات الاحرار، نتمنى لكم يوم مبارك، موعدنا الحلقه المقبله، السلام عليكم، مع السلامه.